لا توجد أسلحة ثقيلة في مدينة عدن، هي النتيجة الأكثر غرابة التي توصلت إليها لجنة سعودية أشرفت على النزول الميداني لمعسكرات المدينة التابعة للشرعية والانفصاليين. تألفت لجنة الحصر من 3 ضباط سعوديين و4 ضباط من الشرعية و2 من المجلس الانتقالي، وشملت خارطة نزولها الميداني وعملية الحصر التي أجرتها معسكر بدر قرب المطار واللواء الأول مشاه واللواء الثالث حماية رئاسية في جبل حديد، بالإضافة إلى معسكر اللواء الأول حماية رئاسية في قصر المعاشيق. بعد 3 أيام من الحصر تبين أن المعسكرات والألوية التي بداخلها لا تلوي على شيء ذي قيمة، وجاءت معها قوائم الحصر مثيرة للدهشة والاستغراب معا. دبابة واحدة من طراز T-55 في معسكر الانفصاليين تقابلها عربة PMB وأخرى لا تعمل في معسكر اللواء الأول حماية رئاسية بقصر المعاشيق. 4 أطقم مسلحة وأسلحة الرشاشة ومدافع هون وقذائف RPG معظمها لا يستخدم أصلاً ولا يزال في الصناديق وفقاً للقوائم التي أصدرتها لجنة الحصر. تمضي السعودية قدماً في تعهد الانقلاب الثاني على المستويين السياسي والعسكري، فبعد أن منحت الانقلابيين مكافأة سياسية عبر اتفاق الرياض، ها هي تمنحهم صكاً بالبراءة من ملكية السلاح وإعفاء من تسليمه دون أن تعطي تفسيراً للكيفية التي ابتلعت بها رمال عدن كل هذه الأسلحة التي أشعلت المدينة طيلة السنوات الماضية. بماذا قاتل الانفصاليون وانقلبوا على السلطة الشرعية ومعسكراتها إذن؟ سؤال يطرحه المراقبون وفي ذاكرتهم حديث لوزير الداخلية أحمد الميسري غداة انقلاب عدن عن أن عشرات المدرعات الإماراتية هي التي حسمت المواجهات ليمضي مخطط الانقلاب بإمضاء تحالف يقال عنه إنه عربي وشقيق. وفي الذاكرة القريبة أيضاً قول لعيدروس الزبيدي بعد أسابيع من ذلك الانقلاب، أكد فيه أن الأسلحة التي خلفتها الشرعية في عدن تكفي لمحاربة الحوثيين 12 شهراً دون دعم من التحالف. وعقب تصريح كهذا تواترت أنباء عن نقل أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة باتجاه الضالع تحت غطاء محاربة الحوثيين، لكن نقل الأسلحة إلى خارج عدن لا يوفر وحده بنظر المراقبين حجة كاملة لاختفاء الأسلحة والمعدات العسكرية، فثمة وسائل أخرى لإخفاء الأسلحة والمعدات الثقيلة في أماكن متفرقة من المدينة وفي مخازنها، خصوصاً أن اللجنة المشتركة التي زارت معسكرات محددة مسبقاً ليست فريق تفتيش يتتبع المخابئ السرية، بل لجنة حصر في معسكرات مفتوحة وخالية الوفاض.